اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. كنت تتولد من غير غشاء. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة احنا بنصور في العزرية، المكان اللي فيه قبر العازر، المكان اللي المسيح أقام فيه العازر. احنا بنعلن النهاردة، ان النهاردة يوم جبروت وقوة الرب في إقامة الموتى. لو النهاردة عندك أمر ميت في حياتك، اتوقع أن من خلال الحلقة دي والمسحة الموجودة في المكان ده لإقامة الموتى أمور كتيرة هتحيا في حياتك. تعالوا مع بعض نروح ونشوف قبر العازر. شارع عادي خالص، منطقة سياحية، الناس بتيجي عشان تشوف القوة اللي موجودة في المكان ده، قوة إقامة الموتى. نعلنها على حياتنا، نعلنها على أولادنا، نعلنها على بلادنا، ونعلن إن الله قادر على إقامة الموتى. الموتى فعلا، أنا أعتقد إن الأيام الجاية هنشوف آيات وعجائب في إقامة موتى. فاكرين أنا سجلت في الأرض دي في الرامة مع عماد الكحلي اللي الله أقامه من الموت. الأرض دي فيها إقامة للموتى، بس مش بس الأرض دي، حول العالم. إن الله موجود حول العالم وفي مصر كمان. لو تفتكروا الحلقات اللي عملناها مع عماد اللي من المنيا اللي الله أقامه من الموت، وفي كل الشهادات الطبية اللي بتثبت إنه كان ميت وقام. يسوع المسيح اللي قوم العازر ما زال يقوم الموتى النهاردة. ده مدخل قبر العازر. احنا نازلين هنا على السلالم وشايفين السلالم ضيقة قوي وقديمة. لازم اخد بالي قوي عشان ما اقعش. ننزل بشويش بشويش، وواضح ان القبر عميق، يعني الجزء ده نازل على تحت في عمق جامد. نازلين فترة طويلة، ان القبر جوه عميق عميق عميق.
في المكان الحقيقي، في القبر الحقيقي اللي اتدفن فيه العازر. العازر مات تقريبا الاسبوع اللي قبل حد الزعف، والإقامة حصلت برضو في نفس الوقت، يعني هو كان ميت لي 4 أيام. الإنجيل الوحيد اللي ذكر الموضوع ده هو إنجيل يوحنا. طب ليه الباقيين ما ذكروهوش؟ بيقول التاريخ إنه في وقت كتابة الأناجيل الأخرى كان العازر لسه موجود في البلد، فكان في خطورة كبيرة عليه إن هو يتذكر اسمه أو يتقال حكايته. لكن لما كتب إنجيل يوحنا كان أوريدي العازر خرج بره البلد وقدروا إن هم يحكوا القصة. العازر اسمه معناه جميل جدا، من يعينه الله. وفعلا الله أعينه على الموت وأومه من الموت. أنتوا عارفين إن ما زال الله يصنع آيات وعجائب بإقامة موتى، وقادر إنه يقوم الموتى والموت اللي في حياتك. ممكن الموت يكون موت جسدي، والله قادر إنه يقوم موتى من مكان إقامة الموتى هنا بنتكلم، فده حقيقة. لكن إيه الأمر في حياتك وفي حياتك اللي مات؟ إيه الأمر اللي إبليس قالك خلاص انساه، ما تفكرش فيه، انتهى، مات؟ نؤمن النهاردة إنه يكون في إقامة للموت لأمور إبليس خلعك بيها وقال لك إنها انتهت. تقوم، خصوصا لو أنت متأكد إن الرب قال لك عليها وإبليس حاول إنه يموتها. النهاردة في البرنامج دعوة للحياة، دعوة للإقامة من الموت، لو أنت متأكد إن الرب قال لك عليها وإبليس حاول إنه يموتها. النهاردة في البرنامج دعوة للحياة، دعوة للإقامة من الموت. تعالوا نروح للكتاب المقدس في يوحنا 11 ونمشي آية بآية ونشوف يسوع هيعلمنا إيه. وكان إنسان مريض وهو العازر، اللي اسمه قلنا إيه؟ من يعينه يهوى، معنى اسمه من يعينه يهوى، من بيتانيا. المنطقة دي كلها اللي احنا فيها، وانتوا شفتونا واحنا داخلين، منطقة بحالها اسمها بيتانيا، والحتة دي بالذات اللي فيها القبر اسمها العزرية، من بيتانيا، من قرية مريم ومرثا أختها. وكانت مريم التي كان العازر أخوها مريضا، وهي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. أول ما العازر عي، على طول جريت مريم ومرثا وراحوا بلغوا يسوع إن العازر حبيبك مريض، لأنهم كانوا بيحبوا أخوهم وكانوا عارفين علاقة الحب اللي بينهم وبين الرب يسوع. كان في علاقة، كان بيجي وبيزورهم وبيقعد معاهم وبيكلم معاهم، في علاقة حب. وسر من أسرار إقامة الموت هي وجود العلاقة بيننا وبين إلهنا. العلاقة فيها قيامة للموت، فيها انتصار على الموت. وكان يسوع يحب مرثا وأختها والعازر، فلما سمع أنه مريض، اسمعوا بقى الحتة دي، مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. وبعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية. يسوع بيحب العازر ولا لا؟ في علاقة بينه وبين مرثا ومريم والعازر، أصدقاء، أصحاب، يأكلوا بيشربوا مع بعض. طب ليه يسوع اتبطأ؟ يعني لما أنت بتسمع أن واحد صاحبك مريض، على طول بتجري وترفع سماعة التليفون وبتسأل عليه وبتروح وبتزوره، وإحنا البشر العادي. طب ما بال يسوع؟ سؤال هنا، ليه يسوع ما راحش بسرعة أول ما سمع أن العازر مريض؟ علشان هو عارف ان في ارادة سماوية لمعجزة سماوية، فعشان كده كان مستني. يمكن بتقول انت فين يا رب؟ انت مش بتجيلي بسرعة ليه؟ انت مش شايف الوضع اللي انا فيه؟ انت مش شايف الحالة اللي انا فيها؟ ده خلاص، في
في موت اكيد لو انت ما جيتش بسرعه. هو بيقولك وبيقولك انا جاي بس في وقته، في وقته هسرع وهاجي علشان المعجزه تكون كبيره قوي والامر يكون غالي قوي. تعالوا نكمل مع بعض. بيكمل الاصحاح وبيتكلم هنا ان هو رايح وفي السكه، وبعدين مرسى سمعت ان هو وصل للمدينة أو القرية بتاعتهم، وأول ما سمعت راحت وجريت وقعدت تتكلم معاه وقالت له لو أنت كنت موجود أخويا ما كانش هيموت، وأنت ليه تأخرت؟ فابتدى يتكلم معاها وابتدى يرفع إيمانها على القيامة من الأموات، وابتدت تقول له أنا عارفة أن احنا هنقوم في النهاية. فقال لها إن أمنتي داري مجد الله، وقعدوا يتكلموا مع بعض وكان بيبني إيمان مرسى. اول ما مرسى اتكلمت مع يسوع وعرفت راحت جريت 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 تروح على اختها مريم علشان تقول لها ان يسوع جه. نشوف عدد 28 بيقول ايه. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرا بشويش عشان ايه ما تعملش ايه زحمه، قائله المعلم قد حضر وهو يدعوك. اما تلك على مريم فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. يسوع ما كانش قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لقته فيه مرسى. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين أنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. يعني هي تخيلوا هي قاعده في البيت وحواليها ناس كتير بتعزي، ومره واحده الناس شافوها قامت وقالوا نجري وراها لحسن تروح ايه تموت نفسها من البكاء. فراحوا لها. فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت على رجلي قائله له يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي، لو كنت موجود دعتها بمحبه. هل لما أنا أكون بيني وبين يسوع حب وعلاقة هل من حقي إن أنا أعاتبه؟ هل أقدر أقول في ناس كتير محدش يسأل ربنا محدش يقول ربنا حاجة؟ لا، الحب بيدي الحق للعتاب، الحب بيدي الحق للعتاب، بس العتاب ليه الرولز وليه القواعد اللي نتكلم بيها. هي كل رقة بتقول له لو أنت كنت موجود أخويا ما كانش مات. الرقة في العتاب والمحبة اللي تبان في لغة العتاب. لما رآها يسوع يبتبكي، كانت بتعاتبه ببكى بدموع. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. هنا حتة خطيرة. ليه يسوع انزعج بالروح واضطرب؟ لأنه شاف بكى ودموع ومفيش إيمان فانزعج بالروح واضطرب وقال لها أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. يسوع ساعتها بكي لما راح ونظر، بكي لأنه كان بيحب العازر، وبكي لأنه عايز يشارك مريم في مشاعرها ويقول لها ان انا حاسس بيكي. مش بكى العويل والصريخ والصويت زي ما كانت عادتهم ان هم كانوا بيعولوا وكانوا بيبكوا بصوت عالي ويلطموا والحاجات اللي لسه في بلادنا عندنا العادات دي، لكن هو بكى بمشاعر انا حاسس بيكي يا مريم. ويسوع بيقول لك النهارده انا حاسس بيك، انا حاسس بيكي، تعبك ووجعك أنا موجوع له وعشان كده ببكي معاكي، لكن أنا القادر وأنا عندي خطة. ممكن قوي إن مشاعر يسوع تحس بيها لو اديت لنفسك الفرصة إنك تبص في عينيه وتشوف إيه اللي جواه. لكن ساعات الحزن بيخلينا مش قادرين نبص على حاجة خالص برانا، بنبص بس على الوجع اللي جوانا. بدعوك دلوقتي وبدعوكي تبصي في عين يسوع
ازاي يحول عناي عنك في وقت الضيق وفي وقت التعب ووقت الصراخ ووقت الحزن. في وقت الحزن بصي في عينيه واعرف انه بيبكي، زعلان عليكي وحاسس بيكي وبيشاركك في مشاعرك. فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه، يعني بكى يسوع. ده كان شهادة ليهم على انه الاله المحب، على انه بيحب، على انه صديق وفي، على ان في ولاء، على ان في حب، وعلى ان مشاعرنا لما في حاجة بتحصل مشاعرنا بتبان وبتوضح. وقال بعض منهم، شوفوا بقى يعني الناس الرياكشن بتاعها ورد الفعل بتاعها على اي امر مختلف. وقال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عين الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ اللوم بقى، يعني هم كويس انهم اعترفوا هنا انه فتح عين الأعمى، لكن شك وكلام خط. ما يقدرش ان ده لو كان جه كان يقومه ما كانش يموت. فانزعج يسوع، لغة عدم الإيمان واللوم والتجريح والكلام اللي مفهوش غير بس مفهوش حب، مفهوش إيمان، زعج يسوع. وهنا درس كبير، بدل ما أقول أنت اللي فتحت عين الأعمى أنت تقدر تقوم الميت، كان بيقولوا اللي فتح عين الأعمى لا يقدر إن كان يخلي ده ما يموتش. فانزعج يسوع أيضا في نفسه وراح وجي القبر ده اللي احنا موجودين فيه. تخيلوا يسوع كان في القبر ده، في المكان ده اللي كنا واقفين، اللي أنا وإنتوا واقفين فيه، إنتوا شايفينه عن طريق المشاهدة وأنا موجودة فيه بالفعل. يسوع جي هنا، يسوع جي هنا. يمكن ما دخلش الحتة دي لأن لما نكمل القصة هنعرف إن هو كان واقف بره شوية. فانزعج يسوع في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة قد وضع عليها حجر. دي المغارة، لو بصينا هنا في السقف شايفين هنا مغارة، دي مغارة، شايفين السقف بيوضح قوي إن ده مغارة. وكان عليها حجر، وقال يسوع ارفعوا الحجر. هو يسوع ما كانش يقدر يرفع الحجر بنفسه، لا يقدر، لكن عايزنا احنا نرفع الحجر. احنا لينا شغل، احنا عندنا رسالة اننا نرفع الحجر علشان صوت يسوع يوصل للموتى ويقدروا يقوموا. ايه الاحجار اللي قافلة على ناس ومخليها محطوطة في قبور لا تسمع ولا وصل لها نور ولا وصل لها صوت؟ ده الجزء اللي علينا كخدام الله، نرفع الحجر. يا مناس الحجر اللي حطوه على ناس تاني واتدفنوا في قلب القبر، كلمات سلبية، كلمات انت مش هتنفع، انت خلاص، انت زي الميت، يا ريتك ما جيت، يا ريتك ما اتخلقت، انت ايه اللي جابك في الدنيا دي، انت جاي لعذابنا. ممكن تكون كلمات حطت الطفل الصغير او الراجل الكبير او الام او الاخت في القبر، مش قادرين يسمعوا صوت ربنا. ما انا خلاص ماليش قيمه، ما انا زي الميت، ما انا ما فيش حاجه حلوه اقدر اعملها، انا ميت ميت، وانا يعني فارق في حاجه في حياه حد؟ انا ميت. وساعات ده كله بيكون الحجر اللي محطوط على قبر ناس علشان ما يوصل لهمش صوت يسوع، صوت الحياة وصوت الإقامة من الموت. خدوا بالكم قوي، إيه الحجارة المحطوطة على الناس اللي ممكن إن إحنا ندحرجها عشان يوصل لهم يسوع ويوصل لهم صوت يسوع؟ فكر كده، فكري، إيه الحجارة الموجودة على شخص مش قادر إن هو يقبل الرب يسوع، مش قادر إن يسمع صوته؟ عادات، تقاليد، كلمات سلبية، ديانات، ألم قفل عليهم نفسهم. تعالوا نشوف حصل إيه. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت
له مارسا. مارسا بصت بطريقة طبيعية، ايه ده؟ ده راجل حجر ازاي؟ ما هو مات خلاص اوريدي. يا سيد قد انتن، مفيش منه امل، خلاص انسى. قد انتن له 4 ايام. الامر انتهى، بس انت جيت متأخر. فقال لها يسوع: ألم أقل لك؟ فاكرين لما تقابل معها بر؟ قال لها: ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ ده الكلمة اللي بيقولها يسوع لكل واحد فينا حزين ما عندوش أمل وحياته مليانة باليأس. إن أمنتي ترين مجد الله. محبوس في الموت. نكمل نشوف يسوع عمل ايه. فرفع يسوع عينه الى فوق وقال: ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي. كلم الاب اللي في علاقه بينهم وهم واحد: اشكرك لانك سمعت لي ايمان، وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. هو عارف هو بيكلم مين، بيكلم الاب. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني، وساعتها صرخ بصوت عظيم: العازر هلم خارجا. اترفع الحجر ويسوع صرخ بصوت عالي والصوت وصل لروح ولنفس العازر. وحصل إيه؟ الله ويسوع أعطانا نفس السلطان في أصواتنا. لما نتكلم بأصواتنا بسلطان الله يقوم الميت.
على اليهود كان إيه؟ كان في الناس اللي هي شافت المعجزة وأمنت بيسوع وتابعوا يسوع وما كانش الموضوع محتاج أي تأكيدات تاني ولا أي كلام تاني، شافوا المعجزة ببساطة قلب قبلوها وعرفوا الرب وتابعوه وحبوا مريم ومرسم والعازر وكان عايشين في نهضة. وفي مجموعة تانية من اليهود قالوا لا، احنا لازم نتأكد من الموضوع ده. نتأكد ازاي؟ نسأل رؤساء الكهنة بتوعنا والفريسيين ونروح ونتكلم معهم ونحكي لهم ونشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. قام بس الكلام ده روحي ولا مش روحي. قام بس الكلام ده اللي عمله الشيطان ولا اللي عمله ربنا. نتيجة عملهم حصل ايه؟ ان اليهود عرفوا اكتر واكتر واكتر، وكانوا هما كارهين يسوع اوريدي، لكن ساعتها قرروا ان هما لازم يقتلوا المسيح. كانت نتيجة الرياكشن بتاع بعض الناس انهم رجعوا لهم بكلام تاني انهم قرروا انهم يقتلوا المسيح. يا ترى انت الرياكشن بتاعك ايه لما بتشوف معجزة وربنا بيتكلم لقلبك؟ هل بتخسر معجزتك عشان بتقعد تفكر وتحلل وتشوف ايه اللي حصل، ولا ببساطة قلب بتاخد المعجزة وبتتمتع بيها؟ نصيحتي ليك، خد المعجزة وتمتع بيها، زي بالظبط اللي حصل مع مريم لما حطت البرفيوم على رجل يسوع، النردين على رجل يسوع، البيت اتملى ريحة، الناس كلها اتمتعت بالريحة وبجمال وكان شيء عظيم جدا. لكن واحد بس اتملى غيرة واتملى حقد واتملى كراهية وطلعت منه ايه؟ كلمات. ده كان يروح للفقرة، ونقد وشك، وما قدرش يتمتع بريحة النردين الجميلة. ده الرياكشن على العازر والرياكشن على اليهود والإنا مجموعتين. طب التأثير على يسوع بقى كان إيه؟ بيقول الكتاب المقدس إن هما كانوا عايزين يمسكوه، فهو من ذلك اليوم تشاوروا أن يقتلوه، ورؤساء الكهنة والفريسيون أصدروا أمرا إن لو حد عارف طريقه يدلوا عليهم. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى قرى قريبة من البرية يقال لها إفرايم، ومكث هناك مع التلاميذ. إفرايم دي قرية صغيرة، يمكن بتبعد عن بيت إيل حوالي 20 ميل، والتقليد بيقول إن هو قعد هناك من 24 يناير إلى 24 مارس، يعني مدة شهرين تقريبا، لأن ما كانش وقته أتى، فهو عارف زمانه وعارف وقته، فهو راح هو والتلاميذ وبعدوا عن الكتبة والفريسيين علشان ما يمسكوهوش ويقتلوه. أحبائي، في نهاية البرنامج من قبر العازر أحب أقول لكم أنا علي الاختيار وهو علي التغيير. اختاروا أنكم تقوموا بدوركم كخدام، ترفعوا الحجر وتحلوا البرنامج. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها